وبكده نكون عرفنا الفرق بين الدومينات المدفوعة أمثلة دوت كوم ودوت نت والدومينات المجانية التابعة لجوجل أو بلوجر وامتدادها بلوج سبوت، وإيه هي أهميتها كونها إن أنت تقدم عن طريقها في أدسنس وقبول مدونتك في أدسنس، وكمان عرفنا ايه هي السلبيات والعيوب الموجودة في الدومينات المجانية شبيهة دوت تي كي او دوت ام ال التابعة مثلا لفري نوم وهكذا، وليه دايما بننصح ان انت اوعى تاخد دومينات مجانية شبيهة دوت تي كي ودوت ام ال. بس قبل ما نبدأ ياريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تدعمنا وتشترك دلوقتي، لان اشتراكك في القناة هو اكبر دعم لينا. يلا ندخل في موضوعنا النهاردة. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا يوسف احمد ودي قناتكم قناة اتعلم دوت نت. زي ما قلنا في مقدمة الفيديو، النهاردة هنعرف ايه الفرق بين الدومينات المدفوعة امثلة دوت كوم ودوت نت والدومين المجاني التابع لجوجل زي دوت بلوجسبوت، وكمان ايه هي السلبيات الخاصة او العيوب الخاصة بالدومينات المجانية، وليه ما بننصحش ابدا ان انت تستخدم الدومينات المجانية شبيهة دوت تي كي ودوت ام ال وهكذا. اول حاجة احنا هنتكلم عن الدومينات المدفوعة والدومينات المجانية، وايه الفرق ما بينهم في محركات البحث، وايه الفرق ما بينهم في ارشفة الموقع، وايه الفرق ما بينهم لما تيجي تقدم في ادسنس. اول حاجة الدومينات المجانية الخاصة بجوجل هي دوت بلوجسبوت، ركز دوت بلوجسبوت، والدومينات المدفوعة امثلة دوت كوم ودوت نت. الاثنين في تصدر محركات البحث متماثلين، يعني تقدر تتصدر بالمدونة الموجودة على بلوجر بدومين دوت بلوجسبوت، وتقدر تتصدر نتائج محركات البحث عن طريق برضو الدومين المدفوع، كل ده على حسب شغلك على الموقع. كل ما تكتب مقالات او تدوينات كويسة وتستهدف كلمات مفتاحية كويسة، فكل ده هيساعدك ان المدونة بتاعتك تتصدر محركات البحث. دي اول نقطة هنتكلم عنها، فمفيش اختلاف بين دوت بلوجسبوت ودوت كوم. تاني نقطة معانا النهاردة وهي التقديم والقبول في ادسنس. سواء استخدمت دومين دوت بلوجسبوت التابع لجوجل او دومين مدفوع دوت كوم او دوت نت، تقدر تقدم بيهم في ادسنس ويتم قبولك ان شاء الله لو انت محقق الشروط وكاتب مقالات حصرية، فبرضو مفيش اي اختلاف بين الاثنين. طيب ايه بقى الاختلاف او الفرق اللي يخليك تلجأ لشراء دومين مدفوع، او ايه اللي يخليك تسيب الدومين المجاني على بلوجر وهو دوت بلوجسبوت وتروح تشتري دومين مدفوع سواء كان دوت كوم او دوت نت؟ اول ميزة ان الدومين المدفوع اللي هو دوت كوم او دوت نت بيساعدك ان انت يتم قبولك بسرعة في برامج الافلييت. لو انت بتحاول تقدم في شركة افلييت او برنامج افلييت معين، فاحيانا البرنامج ده او الموقع ده او الشركة ديت بيطلب او يتطلب وجود موقع الكتروني، فلما يكون عندك موقع الكتروني بيطلب برضو وجود بريد الكتروني مخصص خاص بالموقع الالكتروني بتاعك. يعني مثلا انا موقعي اتعلم دوت نت، فيبقى في بريد الكتروني اسمه support@italim.net او contact@italim.net، واحيان بتطلبوا التواصل عن طريق البريد الالكتروني ده. فالميزة دي بتبقى موجودة في الدومين المدفوع، وطبعا ما تبقاش موجودة في دوت بلوجسبوت او الدومين المجاني الخاص ببلوجر. فطبعا ده بييسر لك او بيسهل لك القبول في شركات الافلييت عن طريق وجود بريد الكتروني مخصص خاص بالدومين بتاعك او الموقع بتاعك. تاني ميزة معانا للدومينات المدفوعة امثلة دوت كوم ودوت نت، ان انت تقدر تستهدف كلمات مفتاحية داخل الدومين بتاعك. يعني مثلا انت بتشتغل على الافلييت، فممكن تحط كلمة افلييت مثلا في رابط الدومين بتاعك اللي هو الدومين المدفوع. بتشتغل مثلا على الكوبونات، فتقدر تحط كلمة كوبونز او كوبون داخل اسم الدومين بتاعك. قيس بقى ده كله على اي نيتش انت هتشتغل عليه، تمام؟ فتقدر تستهدف كلمة مفتاحية وتحطها في اسم الدومين بتاعك. على العكس لو انت جيت في مدونة بلوجر وانشأت الدومين اللي هو دوت بلوجسبوت، بتحط فيه الكلمات المفتاحية سواء كان افلييت سواء كان كوبون، ما بتقدرش تنافس على الكلمة المفتاحية دي، لان بالفعل وبنسبة 100% بيكون تم اختيار الكلمة المفتاحية دي في دومينات مدفوعة، فبتكون هنا الاولوية للدومينات المدفوعة، تمام؟ وده طبعا بيساعد اكتر على تصدر الموقع بتاعك في محركات البحث بناء على الكلمة المفتاحية دي.
وعلشان كده انا جايب لك النهاردة كوبونات خصم لحجز الدومينات المدفوعة دي بأقل من $1 علشان ما تتعرضش للمشاكل اللي هنشوفها الخاصة بالدومينات المجانية زي .tk و.ml، وكمان تحصل على ميزات الدومينات المدفوعة بعيدا عن دومين المجاني الخاص بلوجر وهو .blogspot. فهنا معانا عرض اللي هو تشتري دومين من جودادي ب 99 سنت بس، ب 99 سنت يعني اقل من $1 تقدر تشتري الدومين المدفوع وتحقق مميزاته، وهسيب لك رابط كوبون الخصم في صندوق الوصف. خلاص كده احنا خلصنا الدومين المجاني التابع لجوجل اللي هو .blogspot، وعرفنا مميزات الدومينات المدفوعه اللي هي .com و.net وهكذا. نيجي بقى لاهم حاجه في موضوع النهارده وهي الدومينات المجانيه، امثله .ml او امثله .tk. بداية كده ما انصحش ابدا 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 ان حد ياخد الدومينات ديت ويربطها بمدونته ببلوجر. تسألني وتقول لي ليه يا عم يوسف؟ اقول لك لعدة اسباب، واسباب كتيرة جدا ومساوئ وعيوب وسلبيات كتيرة جدا بتخلينا ان احنا نرفض استخدام الدومينات المجانية. اول حاجة، ليه اصلا الشركات بتعمل الدومينات المجانية ديت؟ الشركات ديت بتستغل الناس اللي معهاش فلوس او العملاء اللي مش عندهم بطاقات دفع او حسابات بيبال او هكذا، وتديلهم الدومينات المجانية دي وتستغل شغفهم وجديتهم في العمل. انت دلوقتي واحد مش معاك فلوس بس عايز تبني موقع الكتروني وتبدأ مشوار ربح من الانترنت عن طريق دومين مجاني، تمام؟ فبيدولك الدومين المجاني اول حاجة لمدة 6 شهور او سنة مجاني. انت بقى بتقعد تشتغل وتعمل تدوينات وتكتب مقالات وتترتب الموقع بتاعك او تشتغل عليه بجدية قوي، فبيبدأ يظهر في محركات البحث، وكمان ترتيبه بيقل في أليكسا، فده طبعا بيدي قوة للموقع بتاعك بالدومين المجاني اللي انت اخدته. هو ادهولك مجاني لأول سنة، تاني سنة بقى يبدأ ايه؟ يطلب منك الأسعار اللي هو عايزها، شافك انت محتاج للموقع، خلاص الموقع بقى شغال، فيبدأ يقولك لا انا هجدد لك بقى السنة $10، $20، $30، $40، وكل ده بناء او على حسب قوة الموقع بتاعك او الدومين اللي انت اخترته. فهنا بيمسكك من ايدك اللي بتوجعك، تبقى انت بقى واقف محتار، هل هسيب بقى الموقع يقع ولا اشتري وادفع المبالغ ديت اللي هي طبعا بتتعدى اسعار الدومينات المدفوعه اللي هي المخصصه اللي هي .com و.net. فدي اول عيب تخليك ما تشتريش دومين مجاني او تستخدم دومين مجاني ابدا. تاني عيب في الدومينات المجانيه امثله .tech و.ml، وهي ان انت ما تقدرش تبيعها ابدا. اي دومين موجود زي .com و.net تقدر تبيعه بعد كده بالمبلغ اللي انت عايزه، لكن الدومين المجاني ده مهما كانت قوته ما تقدرش تبيعه، لان هو ملكية او تابع للموقع فرينوم، او انت مالكش اصلا اي ملكية ليه بعد السنة المجانية ديت زي ما قلنا. تالت عيب في الدومينات المجانية امثلة .tk و.ml ان هي بتعمل اخطاء في مدونة بلوجر، ولما بتشيل الدومين ده وترجعه .blogspot بترجع المدونة عادي جدا بدون اخطاء وبدون مشاكل، تمام؟ رابع مشكلة معانا في الدومينات المجانية امثلة .tk و.ml، وهي ان الفيسبوك بيعتبرها فيروس او بيعتبرها سبام، فبالتالي بيتم حظر روابط المواقع اللي هي بتحتوي على دومينات مجانية ديت على الفيسبوك. خامس عيب في الدومينات المجانية هو ان اصلا جوجل بيعتبر الدومينات المجانية ديت امثلة .tech و.ml بيعتبرها فيروسات او سبام برضو، ففي الغالب تدخل على الموقع ده يقول لك صفحة حمراء كده ويقول لك فيروس، فبيعتبرها فيروس، فبالتالي هي مرفوضة برضو في جوجل بنسبة 99%، واللي بيؤدي بالتأكيد ان انت لو قدمت مدونتك على ادسنس باستخدام الدومينات المجانية ديت فبيتم رفض الحسابات ديت بنسبة 99%. ففي كل الأحوال وفي كل الحالات اللي شفناها دلوقتي ما تشتريش أي دومين مجاني أمثلة اللي هي .tk وأمثلة الـ ML، وبرضو في أكتر من دومين مجاني برضو بنصحك أن أنت ما تستخدمش واللي هم موجودين قدامنا دلوقتي على الشاشة. بكده نكون عرفنا ايه الفرق بين الدومين المجاني اللي هو .blogspot والدومينات المدفوعه امثله .com و.net، وليه ما نستخدمش الدومينات المجانيه امثله .tk و.ml. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو تدعمنا وتعمل لايك لايك لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، لان اشتراكك في القناه ده يعتبر اكبر دعم لينا.
انتظرونا في فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت. اشوفكم على خير والى اللقاء.